سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي يصل إلى مكان الاحتفال ويعانق أخاه الفريق أول ويسلم هذه الراية العزيزة التي حفظت يتسلمها بيده الكريمة. ترتفع أبصارنا فترى عيوننا هذا الرمز المحمول مع النجوم الزواهر والأفلاك السواهر عندما نرى هذه الراية الخفاقة. نرفع النشيد عاليا مجلجلا بأحلام الوعد والعهد والرغد في وطن الصعد وأيام نهوض هذا الوطن الغالي نحو غايات ورايات وهامات وقامات. ثم يأتي النهار المستضيء بنور الأيادي الناصعة البيضاء بيد خليفة العز بيد من كنا زرعا من زرعه سقاه فأثمر ورعاه فأزهر فأصبحت القيادة والمواطن غصن من شجرة واحدة تحت سارية علم واحد سترتفع بعد قليل عليه راية العزة والكرامة والتوحد. وصلت رايتنا إلى عنان السماء بعد أن سلمت وتسلمها في الأيام السبعة الماضية وطافت قبل أن تطوف على الأرض طافت في قلوبنا ووجداننا احتفالية برعاية سامية من قائد مسيرة الخير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله حيث حمل ولي عهد كل إمارة علم الإمارات كعهدة يسلمه لولي عهد آخر لولي عهد الإمارة الذي يليه في رحلة استغرقت سبعة أيام باتجاه العاصمة حيث استلم اليوم العلم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ليرفعه هنا عند أعلى سارية. مشاهد جميلة في سباق جميل لغاية جميلة وهدف نبيل يعبر عن مكونات الحب والوفاء وقوة الانتماء لراية هي رمز الإمارات المحبة والوفاء.